البطاقة الوطنية كتعمل في جميع المصالح القنصلية بنفس الطريقة. أولا البطاقة الوطنية فيها حاجات، كاين البطاقة الوطنية اللي كتعطى لي أول مرة، وكاين البطاقة الوطنية اللي كتجدد، وكاين البطاقة الوطنية اللي كتضيع. في حالة الإنجاز ديال البطاقة الوطنية لأول مرة، المواطن تيخص يجي معاه بطاقة الإقامة ضروري باش نعرفوا المواطن واش ينتمي إلى الجهة اللي تبع لنا في المنطقة ولا لا. ثانيا تيخصو يدلي بعقد ازدياد يكون أصلي ويكون مكتوب بالفرنسية والعربية، ويكون إلى كان زيد المواطن مزداد في المغرب كيجيبها من مكتب الحالة المدنية في نتسجل في المغرب، وإلى كان مزداد في شيء بلد آخر كيجيبها من القنصلية اللي كتمثل المغرب في ذاك البلد. في حالة تعذر عليه مثلا إلى كان هو زداد في المغرب وتعذر عليه باش يجيبه من المغرب، فكاين وسائل اللي كتسهل باش يحصل على هذا عقد ازدياد بطريقة أخرى، لأن الإدارة المغربية قامت بمجهودات في هذا المضمار وخلقات واحد السيد اللي هو وثيقة بوائم اللي بعض الجهات يمكن يدخل الوثيقة بوائم ويطلب عقد ازدياد بالانترنت ويجيه عقد ازدياد للمحل ديالو. إذن لو سيت هو وثيقة بوائم. المشكل اللي كاين هو أن مازال لو سيت ما دخلتش فيه جميع المناطق في المغرب، ولكن ملي كيدخل لو سيت كيلقى المدن اللي ممكن يتخاذ منها عقد ازدياد عن طريقة الانترنت، وتيخلص بالبطاقة الإلكترونية وتيجيه عقد ازدياد العنوان اللي كيصيفط لهم في الايميل ديالو او لا في لما كيدخل لذاك لو سيت ديال وثيقة بوائم. المواطن ملي كيتقدم للقنصلية وكيكون الملف ديالو جاهز ما كنلقاوش معاه اي مشكل. المشكل كنلقاوه ملي كيتقدم المواطن مثلا بعقد ازدياد وكنلقاو فيه غلط ما، اما في تاريخ الميلاد اما في الاسم، فتنلقاوه مثلا في البطاقة الوطنية اسم وتنلقاو في عقد ازدياد اللي جاب باش يجدد ديك البطاقة غلط ما، اما في التاريخ اما في الاسم اما في، كنطلبوا منه باش يدي بوثائق اخرى كنسخة كاملة باش نشوفوا. والمواطن تيتحرج ولا ما كيقدرش يدي بديك الوثيقة وتيكون بعد تشنجات، ولكن حنا هذه المشاكل نحاولوا نشرحوا للمواطن بانه هذه مشاكل كتوقع، واي مشكل عنده حل خاص غير يكون التواصل ويكون وحنا كنساعدوا المواطن. فإذا كان ممكن هاد الوثائق كلها إذا كان ممكن يجيبها هو، إذا ما كانش ممكن كاين إمكانيات من القنصلية باش نطلبها له من مكان الازدياد ديالو، ولكن كتاخذ وقت. المشكل اللي تيكون عندنا مع المواطن المغربي هو مشكل وقت، تيبغي ياخذ الوثائق في أقرب وقت، ولما ما كيدريش بالوثائق اللي هي مطلوبه لا بدا تيخصو ياخذ شويه الوقت، لان الا طلبنا له على حساب الاداره باش نكتبوا للاداره المركزيه باش تصيفط لنا الوثيقه ديالو، مثلا الا كان مزداد ببلديه ما تيخصنا نديروا مراسله لديك البلديه، تيخصنا نصيفطوا لها الرقم ديال التسجيل ديالو في ديك البلديه باش يصيفطوا لنا عقد ازدياد، والوقت اللي يمشي فيه داك الطلب البلديه حسب واش عندها وسائل استقبال طلبات، واش عندها فاكس، واش عندها مايل، واش عندها. إذن هادو كاع مشاكل تنتلقاوهم لما كنطلبوا العقد ازدياد او النسخه، كلما كننتظروا حتى كتجينا عاد يمكننا نقوموا نجوزوا له ديك البطاقه الوطنيه. ولكن هو الى جبنا الوثائق اللي هي مطلوبه مثلا في الاصلاح او في التغيير او شي حاجه، فالامور كدوز عاده في اسرع وقت والامور ديالو كتنجز في احسن. بغيت نعطيكم بايجاز بعض الوثائق اللي كنطلبوها للمواطنين في انجاز البطاقه الوطنيه، لان هي مقسمه. فاذا كان المواطن كيطلب البطاقه الوطنيه لاول مره، تيخصو يدي بالبطاقه الاقامه، خصو يدي بعقد ازدياد ويكون مكتوب بالفرنسيه او بالعربيه، ويدي باربعه صور. في حاله التجديد ولا الضياع، نفس الوثائق بطاقة الإقامة وعقد ازدياد وجود صور. في حالة الضياع البيومتري أي البطاقة البيومترية،
فممكن نطلبها له بدون الإدلاء بعقد ازدياد في حالة الإصلاح. في حالة الإصلاح كنطلبوا من المواطن زيادة على بطاقة الإقامة وعقد ازدياد، كنطلبوا له نسخة كاملة مع بيان الإصلاح أو الإدلاء بالحكم في حالة تغيير الاسم أو الإدلاء بالمرسوم من وزارة الداخلية، وكذلك نسخة كاملة وعقد ازدياد. وهذا هما الحالات اللي يمكن يطرحوا في إنجاز ديال البطاقة الوطنية. هذه الحالة هذه المواطنين هي بطاقة كثيرة، لأنك كنجزو إلى اشتياها كثيرة لأن العمل كثير. يوميا كنجزو حوالي ما بين 40 50 60، بعض المرات كنفوتوا هذا العدد يوميا ديال البطاقات. إذا راه عندنا بطاقات كثيرة. المواطنين تيجي تاخذ البطاقة ديالو ملي كينجزها كيمشي ياخذها في 5 دقائق 10 دقائق، تيجيب داك التوصيل وكيدخل للمكان المكتب ديال البطاقة وتيسحب البطاقة ديالو. عندنا مشكل على أن بعض المواطنين كيجيو يسحبوا البطاقات في أماكن في عوض للعائلة أو فاللي يسحب البطاقة خص المواطن يجي بنفسه كيفما كان، سواء كان امرأة زوج زوجة ابن، المواطن كيسحب البطاقة ديالو بنفسه لأن كيضاع البصمة ديالو لما كيسحب البطاقة ديالو. إذن البطاقات اللي عندنا إلا شفتوهم لتحت راه الناس كتجي كتاخذ البطاقة ديالها غالبا ما كاين حتى شي مشاكل. المشاكل تنقول لك في هذا الشيء اللي فات هو أن بعض المواطنين تيجيو ياخذوا بطاقات ديال الناس أخرين، هذا ممنوع منها كليا، خاص الإنسان يجي ياخذ البطاقة ديالو بنفسه. أولا كنصحهم باش لما يتسلموا عقود ازدياد باش يوضعوها للمصلحة ديال البطاقة الوطنية يراجعوها بدقة من ناحية الكتابة، الأسماء ديال الآباء والتواريخ، لأن أي غلط تيجي في عقد ازدياد كيبان في البطاقة الوطنية وتيبان في الجواز وتيوقع له مشاكل. هذا مشكل اللي كنصح به المواطنين باش لما ياخذ عقد ازدياد في أي مكان في المغرب أو حتى في القنصلية تيخصو يراجعوا باش يشوف إذا كاين شي خطأ يداركوا قبل ما يتوضع الملف ديالو في مكتب بطاقة. الأخطاء اللي كتكون في بعض العقود خاصة اللي كتكون مسجلة في القنصليات، فالقنصلية كدير مجهودات باش تصلح هاد الأخطاء. فيا إما كنصيفطوا الإصلاح من القنصلية للإدارة المعنية في المغرب للإصلاح، سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل، ولما كيجينا الإصلاح تنقوموا بالواجب وكنصلحوا. تياخذ طبعا تياخذ شوية الوقت، ولكن احنا كنعملوا مجهودات باش نداركوا هاد الأخطاء ونداركوا هاد الهفوات ونحاولوا نرضيو المواطنين.